لتمار بالاوقات اللي مرات يمكن بنكون طالبين بدنا وعد من الرب يتحقق، وبدنا طالبين يعني عم نصلي لشيء معين ويمكن ما عم نوصل له او ما عم نعرف نصير فيه. يمكن الرب يعني بنعرف انه مرات اجابته للرب لا، ومرات في نطره ومرات في نعم. بس بهالاوقات يمكن حلو انه قول يا رب هلا انا ما حاجي طالب بدي وبدي وبدي اكثر من انه بديك انت. يعني يمكن نتعلم مرات انه بس طب خليني اليوم هلا بس اتلذذ فيك، بس حبك، بس اعبدك، بس اتذكر مراحمك، اتذكر بس بهيدي القعده بهيدي النطره بالرب. يعني الرب قال انا هو الطريق، مرات نحن بدنا الرب ليوصلنا يمكن على طريق او يوصلنا لشيء، بس مرات هو مش بس انا وسيله لتوصلوا لمحل او لتاخذوا شيء، انا هو الطريق. يعني هيدي القعده يعني عم بقول لتمارو حتى لإله ولكل الاشخاص يمكن اللي بيقعدوا انه ما عم بعرف شو اطلب، يمكن بالوقت اللي صعب اللي مش عارفين شو نعمل، نجي لعند الرب نقول له انا رب بس بدي اقعد بمحضرك، بس بدي اقرا، ما بدي اقرا وعود يمكن او ما بعرف كيف بدي اصلي لها لا ما حعرف صارع، بس بدي اقعد حبك، بدي اقعد اتذكر انت شو عملت معي، اقعد اعبدك بهيدي المحبه اللي انا عم كبها هيك على اجريك. هيدي بتقرب الرب لإلي، بتقربه لإلي وانا بتقرب منه وبرتاح. بصير هذا الشيء يمكن اللي متعبني، هالعبء المحطوط علي بهالطريقه بروح، بصير انا لو شو ما صار انا الرب لإلي وانا لإله. سو مرات يعني مش دائما، يعني انا هون بس لحتى اوضح نقطه. هون بيرجع الموضوع لأنا كيف شايف الموضوع، يعني أنا وين حاسس حالي بالحرب، شو الجانب. إذا أنا إبليس عم يكئبني وعم يحسسني إنه الرب ما عم يوفي بوعوده معي، ما بقى عم يشتغل وعوده معي، ما عم يعمل هيدا الشيء، وحاسس حالي إني أنا بلشت أرخي القصة، فأنا محتاج صارع، أنا محتاج إني أفوت لمحضر الرب، محتاج إني أتمسك بوعوده. والنقطة الثانية اللي أنت تقريبا يعني فتي فيها هي إني في محل معين أتعلم كيف أثق بالرب وبوقته. أكبر مثال عن الثقة بالنسبة إلي بالكتاب المقدس هو يوسف. يوسف بتكوين 45 4 ل 8 بيقول تقدموا إلي. عم يحكي بدي بس أعتذر من ماريا، يمكن أخذ نهاري وليندا أخذ نهاري وليندا بس بهالوقت، لأن صار لهم زمان. ماريا وي لاف يو، بس سوري لانه عم نحكي موضوع كتير جدي وحرام نور عم نقطشه. فيك تتصلي فينا باخر الحلقه، سوري كتير ما تزعلي منا بليز. اوكي. فبيقول يوسف لاخواته الان لا تتاسفوا ولا تغتاظوا لانكم بعتموني الى هنا، لانه لاستبقاء حياه ارسلني الله قدامكم، لان للجوع في الارض الان سنتين وخمس سنين ايضا لا تكون فيها فلاحه ولا حصاد، فقد ارسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقيه في الارض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا، بل الله، وهو قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. يوسف اللي أهله باعوه، اللي هو ابنه ليعقوب، ابن المميز، ابن المحبوب، ابن المدلل، اللي إخواته رموه بالبئر وكانوا بدهم يقتلوه، باعوه، نتعرض لخطية ورفضه، من ظلم ونسجن، ولما حس أنه يمكن جاع عون من ساقي وخباز تركوه، تخلوا عنه. وقعد سنتين بعد ما قال لهم اذكروني قدام فرعون، قعد سنتين ولا شيء. يعني انا بفكر اكيد بمحلات معينه يوسف سمع، ما انه مثلا طلعوا ما عرف انه السائق رجع لمحله وانه تفسير حلم يوسف صح. اكيد سمع يوسف انه الخباز انعدم والسائق رجع وعم يخدم. واحد انه رب ما سال، بس عندك وقت، عندك طريقه، وشاف اخواته وتقابل مع اخواته وصبر صبر 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 هيك للوقت اللي شاف فيه وفهم الفكره كلها. قال لهم مو انتم اللي ارسلتوني، الرب هو اللي سمح بكل هيدا الوقت. الثقه بالرب شيء كثير مهم، معامل كثير حاسم بحياتنا. قديش انا عن جد بثق بالرب؟ باشعياء 55 بيقول افكاري ليست افكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب، لانه كما علت السماوات عن الارض هكذا علت طرقي عن طرقي.